تامر مرة أخرى، محمد مجدي قفشة صاحب الهدف الثاني اليوم. قفشة برحب بيك على تايم سبورت، مبروك النهاردة. طبعا 3 نقاط مهمة جدا، الفرقة كانت صعبة النهاردة، أكيد بعض الغيابات النهاردة أثرت على الفريق، ولكن تحضر شخصية الأهلي. الحمد لله، طبعا أول حاجة على المكسب، أنت عارف ماتش صعب، فريق المقصة فريق كبير، بس الحمد لله قدرنا نكسب، وده الأهم يعني. الحمد لله يعني ده أهم حاجة في الماتش، اللي احنا ناخد ال3 نقط بس. عملنا ده وخلاص الماتش خلص. أرد لك طبعا لنادي المقصة، فريق كبير وفريق محترم، إن شاء الله نفكر بقى في الفريق اللي جاي إن شاء الله الماتش الجاي بإذن الله. هيتكلم على قفشة نفسه تحديدا، واحد من اللعيبة اللي تأقلم بشكل سريع جدا مع النادي الأهلي وفرض شخصيته بشكل كبير جدا في الفترة السابقة، يعني أكيد يعني قفشة اكتسبت كمان خبرات كتيرة كمان جوه الأهلي. طبعا يعني أنا مش عايز أتكلم كتير في النقطة دي، لكن بصراحة يعني أنا بشكر كل اللعيبة وبشكر كل الجهاز الفني وكابتن سيد يعني بالأخص، دايما بيتكلم معايا وكابتن سامي ومصون. الحمد لله الناس كلها بتكلمني كويس، الناس كلها عارفه ان انا لعيب كويس، فعشان كده دخلت بسرعه مع الفرقه وبحاول ادي اللي عليا وبعمل اللي عليا، بس انا لسه عندي كتير قوي، ولسه الواحد لسه قدامه مشوار طويل، الواحد لسه صغير 23 سنه، فلسه بدري، وان شاء الله اقدر اقدم حاجه كويسه يعني للنادي الاهلي ان شاء الله. مع الروتيشن اللي حصل في التغييرات النهارده داخل الملعب في التشكيل، وكمان بعد الشوط الثاني مع يعني تغيير وليد سليمان، هل كان ليك تعليمات خاصه من مستر فايرر، وكان بيحركك ازاي في التوقيت ده؟ بص، هو دايما المدرب دايما بيتكلم مع اللعيبه كلها بصراحه، حته الروتيشن هو اللي بيعملها دي بتاعته هو، انا ماليش خاصه بيها طبعا، هو بيعملها دايما. تقريبا انا ريحت الماتش اللي فات عشان الماتشات دي، انا بصراحه لما ريحت الماتش اللي فات فرق معايا جدا. هو دايما بيحاول يريح اللعيبه كلها عشان اللعيب لما يلعب يقدر يدي 100% اللي هو اللي عنده يعني، ودي بصراحه انا شايفها حاجه كويسه، واتمنى يا رب للعيبه كلها التوفيق وكل لعيبه تبقى مركزه، لان احنا انت عارف السنه لسه طويله جدا، لسه ما عملناش اي حاجه، احنا كل ده لسه بدري، لسه ما خدناش بطوله، لسه ما لعبناش دوري، احنا بنلعب على البطولات، لكن احنا لسه ولا اي حاجه، احنا بنكسب الحمد لله وكل حاجه، لسه بدري، المشوار لسه طويل والسنه لسه طويله، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نحقق بطولات اخر السنه ان شاء الله. انا سعيد عليك حبيبي محمد، ربنا يكرمك. طيب اذا تامر، بلقائنا مع قفشه تعود الكلام اليك، انت تفضل.